بلا أدنى شك، بلا أدنى شك إسرائيل الآن عندها مخطط هذا المشروع، جزئيات هذا المشروع، كل ما يتم رسم مربع إضافي، كل ما عند إسرائيل هذا مربع إضافي، يعرفون كل شيء. عندهم شبكة تجسس في إيران، أقوى شبكة تجسس، حتى في بيت مرشد، بيت خامنئي اعترفوا ذلك. مساعد وزير الاستخبارات كان عميلا لإسرائيل لـ12 عاما، وهو كان مسؤول ملف إسرائيل، وهذا اعتراف من جانب النظام ليس من جانب. فأنا أعتقد بأن إسرائيل لن تسمح بأن تنفذ النظام مشاريع الكبرى، خاصة المشاريع التي تسبب في توسع التواجد الإيراني إلى بحر الأبيض المتوسط، وهذا ما يريده النظام. وإلا شو لازقية؟ لماذا لازقية؟ نعم. طيب، ولكن أيضا